الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس بإقليم الناحية العسكرية الثالثة بالقرب من الحدود مع المغرب. ضبطت كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بأكثر من 10 قناطير. تأتي هذه النتائج النوعية لتضاف إلى عديد العمليات التي تخوضها يوميا مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية، والتي مكنت من إحباط إدخال هذه السموم التي تحاول عصابات التهريب الناشطة على الحدود المغربية ترويجها في بلادنا.